بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي أحبائي محبي الخط العربي. يسعدني أن أستكمل معكم سلسلة لتعلم خط النسخ وسلسلة لتعلم خط الرقعة، وبنحضر لدورة جديدة للخط الديواني. تفاعلوا معنا، نكتب كتير، هنحسن خطنا إحنا وأولادنا، ندعم أولادنا بدورة خطية هتنفعهم كتير في دراستهم. ومش هطول عليكم، يلا نكتب، يلا بينا نكتب. Ahem.